بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على بعثة رحمة العالمين. كيف يكفر أكثر الناس يوميا بالله سبحانه وتعالى ويشترك معهم آخرون هم لا يشعرون؟ طامة كبرى ابتلي بها كثير من المسلمين، الحالف بغير الله. أكثر المسلمين اليوم إلا من رحم ربي يحلف بغير الله، وأكثر الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني يمكن 90% من الناس بتقول والنبي 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 هات لي، والنبي وردي، والنبي وانت ماشي اشتري لي الحاجه الفلانيه، والنبي هات لي الحاجه الفلانيه. الحلف بالله سبحانه، الحلف بغير الله سبحانه وتعالى من اكبر الكبائر. الحلف بالله سبحانه وتعالى كفر بالله وشرك بالله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: من حلف بغير الله فقد اشرك. وفي روايه: من حلف بغير الله فقد كفر. اتقوا الله، محدش يقول والنبي والنبي والنبي. الناس اللي بتقول وحياة أمي وحياة أبويا وحياتي عندك وحياتك عندي وحياة العشرة دول وحياة المصحف وحياة ديني وحياة النعمة، بعض السفهاء يجلسون على المقاهي يقسموا بالنار، يقولوا حياة النار دي. بعض السفهاء يقول لك علي الحرام من ديني. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: من حرم دينه على نفسه فهو كما قال، فإن كان صادقا، فإن كان كاذبا فهو كما قال. يعني خرج من الدين فعلا، وإن كان كاذبا لم يرجع إلى دينه بخير، ما رجعش الدين بخير، ما رجعش بدينه بخير، والعياذ بالله. للأسف الشديد كثير من الناس، طبعا أنواع الحلف وحياة ديني وحياة أنواع الحلف بالله لا تحصى. يعني بعض اللي انا بقوله لكم ده بعض صيغ الكفر بالله سبحانه وتعالى، زي الحلف بالام والاب والدين والمصحف والكعبه صيغ لا تحصى من الحلف، ما اقدرش ان انا احصيها، لكن انا بضرب لكم امثله. لكن اكثر الحلف والعياذ بالله بالنبي صلى الله عليه وسلم، كلمه النبي دي مضغه في افواه الناس. ومهما بتقول الناس اتقوا الله اتقوا الله، ما فيش فايده. هو مش فاهم ان هو بيكفر الله سبحانه وتعالى، بيرتكب كبيره من اكبر الكبائر، كبيره من اكبر الكبائر. لما بتقول والنبي انت بتكفر بالله، بتقول كبيره من اكبر الكبائر، بتعمل كبيره من اكبر الكبائر. شوف سيدنا، شوف عبد الله بن مسعود بيقول ايه، عشان تفهم قد ايه الذنب العظيم اللي انت بتعمله. عبد الله بن مسعود يقول في الحديث، في الحديث سيدنا عبد الله بن مسعود من كبار الصحابه، سادس واحد اسلم على وجه الارض ومن كبار علماء الصحابه، بيقول: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. خلي بالكم، يعني الإنسان لو الإنسان هو بيقول إيه، لو أنا حنست في اليمين قلت والله العظيم ثلاثة وعقدت الأيمان وأنا كذاب، أهون عند الله وأقل إثما عند الله من أن تحلف غير الله صادقا. يعني لو أنت قلت والله العظيم ثلاثة وأنت كذاب، أهون من أنت تقول والنبي. انت فاهم يعني، انت فاهم لما واحد بيعقد الايمان ويقول والله العظيم ثلاثه هو كذاب، انت فاهم دي ايه؟ ده اسمه حنس في اليمين، وده من اكبر الكبائر. من الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: ما هي اكبر الكبائر يا رسول الله؟ قال: ان تقتل ولدك خشيه ان يطعم معك. وبعد كده ايه يا رسول الله؟ قال لهم: شهاده الزور. بعد كده ايه؟ الحنس. قال لهم ايه؟ اليمين الفاجر، او الحنس في اليمين، او اليمين الغموس. الانسان اليمين الغموس ده كبيره من الكبائر، كفاره يمين عند جمهور العلماء ما بتنفعش معاه. والغريب ان يعني كتير منا بيسمع، حتى الناس اللي ما بتحلفش، اللي ما بتقعش في هذا الذنب العظيم، بيسمع غيره بيقسم بغير الله. يعني اين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لماذا لا نأتمر بالمعروف ونتناهى عن المنكر؟ السكوت على المعصيه شراكته في المعصيه. يعني هضرب لكم مثل عشان كل واحد، عشان نعرف قد ايه احنا على خطر عظيم. سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر كانوا في سفره، فبعثوا غلاما لهم ليقضي لهم حاجه، فتاخر هذا الغلام. فقال احدهما، وربما يكون سيدنا عمر، يعني هكذا فلان ما نرسله لقضاء حاجه الا وتاخر، انه رجل نؤم. نؤم يعني كسول، بيحب النوم ويحب. وكان الرجل مظلوما، كان الرجل مظلوما. فعاد هذا الرجل، وكان سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر
جائعين، كانوا جائعين، فذهبوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا يعني نحن جائعون يا رسول الله. فقال لهم، فنظر اليهم متعجبا وقال لهم: والله لقد ادمتما، ادمتما يعني كلتم وغمستم، والله اني لارى لحم اخيكم بين ثناياكم، انا شايف لحمه بين سنانكم، شايف لحم اخوكم اللي انتوا اختبتوه ده بين سنانكم. قالوا: استغفر لنا يا رسول الله. قال: لا، اذهبوا اليه هو فليستغفر لكم هو. رفض الرسول صلى الله عليه وسلم. خلي بالكوا دول مين؟ ده ابو بكر وعمر، افضل اتنين في الامه كلها ليوم القيامه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. واحد منهم اتكلم، اهو ده الظن، اهو ده أهو اياك والظن، في ان الظن اكذب الحديث. الظن دفع واحد منهم انه يتكلم في حق، وقال ايه كلمه بسيطه، ده راجل كسول، ده راجل مش عارف ايه، يعني مثلا ما قالوش كلام يعني. والتاني سكت، سيدنا ابو بكر سكت، سمع الكلام وسكت. طب انت بتسمع ربنا بيكفر بيه، بيكفر بيه، ربنا بيساب بيشتم قدامك. لما تسمع واحد بيقول والنبي او واحد امي واحد ابويا وتسكت ما تقولوش اتق الله، يبقى انت ربنا بيتشتم قدامك، ربنا سبحانه وتعالى بيشرك بيه امامك، بيكفر بيه امامك وتسكت. مش ربنا بيقول سبحانه وتعالى في سوره النساء: وان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ازاي الواحد يسكت على حلف غير الله، على كفر بالله سبحانه وتعالى؟ والشق الثاني بقى اللي بيقع فيه كثير من الناس في الشرك برضه والكفر، الشرك الاصغر. يعني يقول لك والله، يقول لك الموضوع ده على الله وعليك، الموضوع ده على الله وعليك، لولاك انت الموضوع ده كنتش تم. او يقول لك مثلا الموضوع ده تم بفضل الله وبفضلك، بفضل الله وبفضلك، هو لا يعلم من هذا الشرك. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اصحابي كان بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول يا رسول الله: ما شاء الله وشئت. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له، غضب الرسول صلى الله عليه وسلم، غضبا شديدا، وقال له: اجعلتني ندا لله؟ قل ما شاء الله، في روايه قل ما شاء الله ثم شئت، وقل ما، والروايه الارجح قل ما شاء الله واسكت. لكن لما تقول ما شاء الله وشاء فلان، يبقى انت خليت فلان ده ند لربنا سبحانه وتعالى. ما نحطش ربنا سبحانه وتعالى في نديه او في مثليه مع اي حد. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من الشرك الاصغر، اتقوا الشرك الاصغر فانه اخفى من دبيب النمل. بالله عليكم حد يقدر يسمع دبه النمله؟ دبه النمله حد يقدر يسمعها؟ ده اخفى من دبيب النمل. لذلك صيغ الشرك الاصغر لا تحصى. فكتير جدا من الناس يقول لك والله الموضوع ده تم بفضل الله وبفضلك، الموضوع ده لولاك انت ما كانش تم. طب فين ربنا سبحانه وتعالى؟ مين هو ده اللي تم ده؟ الفلان اللي عمل لك الموضوع ده ما هو الا سبب. ف تغفر رب العالمين سبحانه وتعالى وتتكلم عن هذا. ده سيدنا يوسف عليه السلام في سوره يوسف لما قال للراجل: اذكرني عند ربك، فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. سيدنا عبد الله بن عباس قال ايه؟ ترجمان القران، قال في تفسير الايه دي، قال تاويلين، قال: فانساه الشيطان ذكر ربه مرة على الرجل، ان الرجل نسي، يعني بعد ما طلع نسي يكلم الملك يقول له ده في واحد مصدوم في السجن وحكايته بتاع، عشان الملك يحقق في الموضوع. وعبد الله بن عباس قال لك ايه؟ قال لك في تفسير تاني قالوا لا، وقال الذي يظن انه، وقال الذي يظن انه ناجي منهما: اذكرني عند ربك. فانساه الشيطان ذكر ربه. الهاء هنا رجع على سيدنا يوسف عليه السلام، ان سيدنا يوسف عليه السلام يعني كان هو بيفكر هنا وبيقول للراجل اسكني عند ربك، يعني اسكني ربك هنا مقصود بيها الملك. ما تنساش ان انت تحكي قصتي للملك عشان يفهم ان انا مظلوم ويحقق في الموضوع. ما خطرش على بال ربنا سبحانه وتعالى، ما خطرش على بال سيدنا يوسف في اللحظه دي. ربنا اعتمد على الراجل ده. اذكرني، ده كان، خلي بالك ده كلام سيدنا عبد الله بن عباس. اذكرني عند ربك، فانساه الشيطان، اي فانسى الشيطان يوسف عليه السلام ان يذكر الله سبحانه وتعالى، واعتمد على هذا الرجل في هذه المساله، فلبث في السجن بضع سنين. نسيان بس، ان هو نسى شويه يفكر، يعني يعتمد على هذا الرجل. فشوفوا عشان تعرفوا قد ايه الشرك ده سيدنا يوسف عليه السلام.
نبي كريم عظيم مذكور في القرآن، يعني 25 نبي اللي مذكور في القرآن دول أفضل خلق الله بعد أفضل خلق الله على الإطلاق. يعني فشوف قد إيه إحنا بنقع في الشرك الأصغر. فما تقولش الموضوع ده على الله وعليك، ولا الموضوع ده تم بفضل الله وبفضلك، ولا بتقولش اوعى تقول الموضوع ده ما انت ما فيش حد غيرك يقدر يعمله، او الموضوع ده ما تمش الا بيك. هذا الكلام يغضب الله سبحانه وتعالى، لان انت جعلت من هذا الرجل خليته هو الكل في الكل، هو اللي عمل كل حاجه. فين الشكر لله؟ هذا الرجل مجرد وسيله، سبب. لكن ربنا تذكر السبب وتنسى المسبب. فخلي بالكم من الشرك الاصغر، لانه اخفى من دم النبي. ما حدش يحلف في غير الله. طب ايه علاج الحلف في غير الله؟ الناس لسه بتقول وحياه امي وحياه ابويا وحياه ديني وحياه المصحف وحياه العشره دول وحياه الكعبه. انا نفسي وحياتك عندي وحياتك عندي وحياتي عندك. كل ده كفر بالله سبحانه وتعالى. طبعا ناهيكم عن الاغاني اللي بيرددها الشباب اللي مليانه حلف في غير الله، مليانه حلف في غير الله. انا مش هنتكلم في الموسيقى حرام والاستماع للغناء حرام وان ترديد الاغاني حرام، لا، ده اسم على اسم. وحياه قلبي وافراحه، وحياه حبك يا حبيبي، وحياه عينيك وفداها عينيا، وحياتي قول لي، وحياتي قول لي. ما فيش اغنيه 90% من الاغاني فيها حلف غير الله. الاغاني انت بتسمعها في الاغاني اللي بتسمعها في التلفزيون في المزيكا كلها فيها حلف غير الله، وتردد ليل نهار، وناس بتردد الاغاني دي وهي بتكفر بالله وبتحلف غير الله وهي مش عارفه. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. يا ريت علاج الموضوع ده ايه؟ اولا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لان احنا للاسف يعني تعودنا، اصبح ادمان. فكل انسان يذكر الاخر، المؤمن مرآة اخيه. لما كل واحد ينوي ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى، ولما تسمع الشخص اللي قدامك بيحلف غير الله قول له اتق الله، بس ما قلتلوش اتق الله يبقى انت شريك في المعصيه، مش انت رضيت؟ هو ربنا بيسب قدامك وربنا بيكفر بيه امامك وانت تسكت، يبقى اصبحت شريك. احنا بقول كل شيء بالقياس وبالدليل. اذا كان لو واحد واحد لو انسان لا حول ولا قوه سب او شتم امامك او ظلم امامك وسكت، انت اصبحت شريكا. طب لما رب العالمين سبحانه وتعالى يكفر به امامك، ما سيدنا عمر بن الخطاب لما قال وراس ابي، الرسول سكت؟ الرسول صلى الله عليه وسلم سكت؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يا عمر لا تحلف بغير الله، فمن حلف بغير الله فقد اشرك. كان ممكن الرسول صلى الله عليه وسلم يسكت ما يتكلمش، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينفعش يسكت. احنا كمان ما ينفعش نسكت، لان الحلف بغير الله كفر. معنى ان ربنا سبحانه وتعالى يكفر به امامك وانت تسكت، يبقى انت شريك. دي الحاجه الاولى، احنا لازم نامر بالمعروف. الحاجه الثانيه لما واحد منا يعمل كده يتوب الى الله سبحانه وتعالى. العلماء عارف العلماء قالوا ايه؟ جمهور العلماء قالوا ايه في التوبه من حلف بغير الله؟ والنبي انت تقول لا اله الا الله محمد رسول الله، لان انت كفرت. وبعدين تتصدق بالصدقه. لما تنوي تتصدق بالصدقه كل ما تحلف بغير الله مره ورا مره هتبطل. لما تلاقي نفسك بتدفع فلوس حتى لو كانت صدقه رمزيه 5 جنيهات 10 جنيهات، كل ما تحلف غير الله انذر نذره بينك وبين رب العالمين سبحانه وتعالى. ده لو انت بتخاف ربنا انزل نذر. لو انا قلت والنبي ولا قلت وحياتك ولا وحياه الله وحياه امي وحياه ابويا زي ما الناس اكثر، مش عايز اقول السفهاء يفعلون، انزل نذرا بينك وبين رب العالمين سبحانه وتعالى انك اذا فعلت ذلك انك ستخرج صدقه لله سبحانه وتعالى. يكون يبقى مره ورا مره هتبطل. هو ده العلاج. فانا هكتب لكم الكلام ده تحت فين سخون شو نشر هذا العلم في الصلاه العظيمه لعل علما في الاجر مع بيبي يوم القيامه. لنقول ذلك مرجو شاهدوا الشوش تفعيل الجرس واشتركوا في القناه لكم كل جديد، وساعدونا على شرح السنه تبقى كل قولي هذا. استغفر الله.